ماليش غير ربنا، هو اللي دايما بينصرني. انا معفره، انا ما بحترمش غير حقي. انت ترند بحمزه نمره، يا ريت. انا بتمنى، انا بناشدك يا مايا. ببارك لك على سر الهي. نصره حققت نصره قد ايه؟ هي نصره اكيد ليها جزء من اسمها، وهي منصوره وربنا هينصرها. والحقيقه 4 حلقات في نصر كبير قوي، في مدد كبير من ربنا. وانا بحب كلمه يا رب مدد، مدد بلا عدد يا رب. مدد محبه الناس، مدد الناس عاجبها المسلسل، مدد ان انا عند حسن ظنهم. الحمد لله. قبل ما اكلمك في المسلسل عايز اخد حاجه من كلمتك لمستني انا بشكل شخصي. بحس فيك ان انت فيك الجزء الصوفي شويه والجزء الروحاني شويه، ده خدتيه منين؟ ودكتور اشرف فيه كده برضو. ماليش غيره، ماليش غير ربنا، هو اللي دايما بينصرني، هو دايما اللي واقف في ظهري، هو اللي بيساعدني. بحبه وربنا ما يحرمني من حبه ابدا. فانا في المدد وفي القرب، يا رب دايما يجعلني في مدده وفي قربه يا رب دايما، ماليش سند غيره. متابع كلام من اول بطولاتك المطلقه من 3 مسلسلات الاخيره، شايفه ان سر الهي هو تتويج للسنتين اللي فاتوا من بطولاتك وعرضه على قنوات دلوقتي مهمه، تصدره الترند، حاجات كتير ممكن تفاصيلها ما تتقالش للجمهور بس انت عارفاها وانا عارفها، شايفه ده تتويج لمعافرتك في ده ولا لا؟ احلى كلمه قالت لي، يعني قالتها لي السنه اللي فاتت مدام لميس الحديدي، وانت بتقولها لي انا معافره، انا ما بحترمش غير حقي، وده حقي، حقي من زمان قوي، وطول عمري مؤمنة انه هيحصل امتى وازاي وفين، مش بتاعتي، بتاعت رب العالمين سبحانه وتعالى، بس مصدقة حلمي ومؤمنة بيه، مؤمنة بيه، لانه طالما تثق في موهبتك ما يهمكش اي حد، مهما حاربوك، مهما وقفوا ضدك، مهما تعثرت. بنت السلطان ثم انحراف ثم ستهم، هو اللي وصلني الحمد والشكر لله لسر الهي. وانا دايما اقول يا رب اديني من اسمه، اجعل نجاحه سر من اسرارك يا رب. المسلسل بيتصدر الترند، ممكن ترند اكس او تويتر ما يكونش حقيقي شويه، بس انت مش ده، بس انت موجوده في جوجل، يعني انا بكلمك في حاجات معلوماتيه شويه، ان المسلسلات اللي بتتصدر جوجل دي مش مدفوعه الاجر، نجاح حقيقي ناس بتسرش عليها. اول الترند ده شفتيه ازاي وشفتي النجاح ازاي، خصوصا كان من اول 4 حلقات؟ شوف هقول لك على حاجه، احنا بفضل الله والحمد لله، وده كله ترتيب ربنا سبحان الله وتعالى، سبحانه وتعالى مش ترتيبنا على فكره. انت داخل قبل رمضان، ليله وقفه رمضان، انت ترند بحمزه نمره بالاغنيه، اغنيه نزلت قلبت الدنيا. فاحنا لحمنا الترند بالحلقه الاولى وقفلتها مع مشهد استاذ احمد بدير، فخلاص انت ثبتت الناس، الناس قعدت قدام المسلسل. وبعدين اصلا انت بتعمل مسلسل يوجع قلوب الناس كلها، وست مقهوره وراضيه وموافقه، بس الناس مش موافقه. بس ست شبه المصريات. لا، هي ست مصريه طيبه بخفه دمها في الحلقه الاولى، بمنكفتها مع اخواتها، بضربها فيهم، ست عاديه بسيطه، بسيطه جدا وسعيده. هي معتاده هذه الاحداث، يعني هي معتاده ان جوزها يسرقها وتطلع تضحك في وش اختها الثانيه، ودي تطلب منها فلوس، ودي في حاله من الرضا، ولكن هم ما رضيوش. ضفت لها ايه؟ لا ضفت لها كتير قوي، ضفت لها كليشيه بيتقال، بس انت ليكي اكيد روحي دلوقتي، يعني انا دلوقتي اقول لك ان انا نصره اكتر من الورق، اكتر من الكلام، اكتر من الحاله اللي راحت للناس، الحمد والشكر لله. المسلسل ده يكون 30 حلقه ولا راضيه بال 15 حلقه؟ لا راضيه جدا، لانه انا اول مره اخد تجربه ال 15 حلقه، تجربه مكثفه جدا. انا بقول ان كل حلقه فيلم قصير. مريم، ما ينفعش نسيب غير ما نتكلم عن مريم. حلقة مريم بنتك، وكان مش مريم بس موجوده كممثله، بنتك التانية كمان مخرجه، تبقى مخرجه مهمه قوي وموجوده في السوق بشكل معروف. شايفه الاثنين ممكن تشوف يوم في يوم بيشتغلوا مع بعض ولا تحب ده ولا؟ انا اتمنى ان مايا اساسا في يوم من الايام ترضى تشغلنا معاها، لان مايا هتبقى مخرجه صعبه قوي قوي قوي، وهي الحمد لله بتجهز اولى خطواتها الاخراجيه باذن الله، ربنا يوفقها وتعمل حاجه جامده، وانا عارفه انها هتعمل حاجه جامده. و تكوني البطله ليها؟ يا ريت ترضى، يا ريت. انا بتمنى، انا بناشدك يا مايا. انا كل، يعني كل دعائي ليهم يا رب اشوفهم احسن مخرجه في الدنيا واحسن ممثله في الدنيا، وده في النهايه نجاحي وثمر تعبي ومجهودي. اخر حاجه مش عايز اطول عليكي مريم، عادة الأبناء، وأنا عارف بناتك يعني معافرين زيك، مش حابين ممكن اللي هم يكونوا معاكي، المرة دي مريم معاكي، ده كان بناء على طلبك ولا طلبها؟
وانت اتحايلت عليها قد ايه عشان هي توافق؟ الحقيقه هو طلب استاذ رؤوف عبد العزيز، لان هي كانت معانا السنه اللي فاتت فطور صغير قوي قوي في ستهم، بنت من اطفال الشوارع كده، ثم السنه دي بتعمل دور مغاير قوي، هو دور قريب منها لان هي على التيك توك منتشره وعندها فيديوهات وبتاع، بس هو اللي بان لغايه دلوقتي انه دور تافه قوي، بس دي خاف منها دي. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، اتفرجوا على نصرة وسر الهي هيعجبكم قوي، كل سنه وانتم بخير وسعاده وصحه.